ما نجي نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أفرحي وزغرتي يا مزغنا ولادك مازالهم عايشين، هذه هي القصبة ديالنا، وإحنا هما الجزائريين، وحني حنية حنانة وشنانة فلي ما حنوش، نعرف روحنا وأصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش، شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش، القصبة المحروسة مزغنا ولد الترجال ما ماتوش. الحاج حمد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا وخواتاتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج حمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خوتنا اللي راه في الغرباء نحييكم كاع ونرحبوا بكم في هذا الفيديو اللي نتمنى يكون فيه الخير للبلاد والعباد. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها وكل عادة يا خاوتنا، العادة اللي ولفناها أننا نبدأ بالدعاء لخاوتنا المرضى وإخواننا موتانا وموتى المسلمين. نبدأ بالدعاء لهم خاوتنا، الله يشافي كل مريض، أي واحد عنده مريض في الدار ولا هو راه مريض من المتابعين ولا من الإخوة كاع الجزائريين ولا إخوة المسلمين، الله يشافيه. اللهم اشفي مريضا يتألم لا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم يا رب العالمين، خوتنا أموا معنا في هذا الدعاء. اللهم يا رب العالمين يا خالق الخلق أجمعين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، نسألك أن تشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين نصرا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل قتلاهم شهداء، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أيوة خوتنا، بعد ما ردينا على المخزن والصفحات المخزنية ونتمنى أن الرد يكون شافي وكافي وواف. سليمي كشي سليمي وحابر نص كوشي صحيح. خلاص كملنا معكم، كملنا. تر 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 لا إله إلا محمد رسول الله. قلنا دروك نروحوا لأمورنا الداخلية. كاين واحد الخبر خاوتنا، على كل حال كاين ناس بزاف ما سمعتش به، فلربما الإعلام ما تفاعلش معها شوا. كاين صفحات على كل حال وكاين صحفيين هضروا عليه ولكن ما عطاولوش لا 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 القيمة نتاعو. هي قضية شركة كاستيل. كاستيل بالك فلربما كاين خوتنا اللي ما يعرفوش. كاستيل شركة ولا مستثمر فرنسي اللي كان مستحوذ على سوق المشروبات في الجزائر. شحال من سنة؟ 25 سنة. هذه المؤسسة تاع كاستيل على كل حال 25 سنة كما سماوها بعض الأقلام اللي سموها السوسة اللي نخرت الاقتصاد الوطني. هذا المؤسسة تاع كاستيل على كل حال كانت تصنع المشروبات تاع أيوة، وطورت على كل حال وبدأت في تصنع لي جو، وصلت حتى وين دات حتى الشركة ولا المؤسسة تاع رويبا راكم تعرفوها كاع، كانت فرع من الفروع تاعها على كل حال. كيفاش داتها وكيفاش كذا الله أعلم، ماناش عارفين. المهم هذه الشركة 25 سنة وهي تنخر في الاقتصاد الوطني. لما جات البون على بالي راح نتعرف ليه، لما جات البون بعض الشركات تاع واحد الدول اللي دلهم حتى جيت تستثمر مرحبا بك ولكن مفروض عليك تحترم القوانين الجزائرية وتحترم الأمور الداخلية تاعنا. ها بعض الشركات في وقت قبل الحراك على كل حال
كانوا دايرين رياها من بينهم شركات اماراتيه، ونقولوها بصريح العباره وعلى جال هذه الشركات اللي العلاقات تاعنا مع الامارات ولا تخسر، خسرت ماشي ولا تخسر، خسرت من بين هذه الشركه كذلك شركه كاستيل. هذه كاستيل كانت دايره رايها. السياسه الاقتصاديه اللي طبقها رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون في العهده الاولى خلات بعض الشركات ترجع للطريق الصحيح. عندك ضرائب تخلصها، عندك الامور تاع الديوان تخلصها، عندك كاين قوانين، كاين قانون الاستثمار تحترمه، عندك حق وعندك واجب، حقك تديه وواجبك تديره. ولكن كاين بعض الشركات اللي داروا القرون مقبل الحراك، من بينهم هذه كاستيل 25 سنه، وراكم تشوفوا في الصوره نتاع مولاها هذا، مولاها الفرنسي على كل حال، هذا المصفار، هذا المصفار الله يزيد يصفر له الوجه على الوجه على كل حال، دار رايو هنايا مؤخرا. خاوتنا شركه كاستيل عيات تقاوم في السياسه الاقتصاديه الجديده نتاع الجزائر، ولكن ما قدرتش وفي الاخير تبيع كافة كما يقول لك الأخرى تاعها الشركة بريطانية. هذه الشركة سمحوا لي حتى نشوف بنقراها، هذه الشركة اسمها بروريس انترناسيونال هولدينغ. أيوا شركة كاستيل صبحت تابعة صبحوا مالها ولا المستثمرين تاعها من بريطانيا. مول الشركة وعلى كل حال الإدارة تاع الشركة خلاص قطعت لي اسم الجزائر بسبب السياسة الاقتصادية الجديدة. خلاص دروك ديك تاع تنهب الجزائر، تنهب وتدي دراهم وخلاص، كملنا معها شركة فرنسية إماراتية أي شركة تطبق القانون الجزائري مرحبا بك، ما تطبقش وتبغي تلعبها قبل 2019 ما كاش هذيك العقلية. والدليل هاهي شركة كاستيل على كل حال عيات تقاوم، عيات تدير في المكائد، وعلى بالكم اللوبي التجاري والمستثمرين الفرنسيين لوبي كبير سنواتهم يقاوموا، ولكن في الأخير السياسة الاقتصادية تاعنا نشعت وخلاتهم يرفضوا الراية البيضاء ويبيعوا كلش ويخرجوا من هذه البلاد كما خرجوا بياتهم في عام 1962. وهذه هي الجزائر الجديدة اللي ما همش باغين يأمنوا بها بعض الأطراف واللي راهم يحاربوا فيها بعض الأطراف. وتحيا الجزائر الجديدة. ضروك يا خوتنا واخواتاتنا خلونا نروحوا للموضوع الأهم في هذا الفيديو. واش هو الموضوع الأهم يا الحاج أحمد؟ الموضوع الأهم هو أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور. أيوة خوتنا، الموضوع المهم هو أداء اليمين الدستورية للسيد رئيس الجمهورية بعد الفوز تاعه المستحق بالعهدة الثانية. اليمين الغليظ، اليمين والقسم اللي بين مدى ثقل المسؤولية الواقعة على عاتق رئيس الجمهورية، اليمين والقسم اللي ما أقسم به إنسان إلا وأبر مفروض عليه بر. شتوا الكلمات تاع القسم هذاك شحال كبيرة وشحال عظيمة، كلمات عظيمة. ولذلك نتمنى وإن شاء الله رئيس الجمهورية التوفيق في أداء المهام تاعو والوفاء بالالتزامات تاعو إن شاء الله بإذن الله. نتمنوا له يا ربي إن شاء الله بإذن الله البطانة الصالحة التي تعينه على مصلحة البلاد والعباد. إن شاء الله بإذن الله ربي يرزقه البطانة الصالحة اللي تعاونه سواء تحت قاع، سواء في الوسط، سواء للفوق، يعني درجات المسؤولية، الناس اللي تعاونوا إن شاء الله بإذن الله. وإحنا كذلك مواطنين مفروض علينا أن نوقفوا مع بلادنا ونوقفوا مع الرئيس تاعنا. إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقه، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطي له صحته والبطانة الصالحة باش نقفزوا بهذه البلاد، باش نطوروا هذه البلاد بناء على الالتزامات نتاع السيد رئيس الجمهورية. وجدد التهاني للسيد عبد المجيد تبون، وكذلك
كذلك أجدد التهاني لكافة المخلصين واحتراماتي لكافة الناس سواء اللي انتخبوا ولا ما انتخبوش، كذلك احتراماتي كذلك للمترشحين السيد أشيش والسيد حسني. على كل حال نحيوهم وراكم شفتوا على كل حال من بين الأمور اللي عجبتني في أداء اليمين الدستورية هي حضور السيد حسني والسيد أشيش في هذا المراسيم، وكذلك الالتقاء تاعهم برئيس الجمهورية. التقاء تاعهم كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو خاوتنا، هذا الفيديو واش يثبت المستوى العالي اللي فاتت به لا 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 الحملة الانتخابية، ويثبت كذلك مدى الحس الوطني لدى المترشحين في ثلاثة. كانوا بالأمس كانوا فرسان في الحملة الانتخابية يتنافسوا على منصب رئيس الجمهورية، واليوم جمعتهم مصلحة الوطن يهنئوا بعضهم بعض ويعاونوا بعضهم بعض. هذا الفيديو يا خوتنا اللي يثبت أنه الفرسان تاعنا في ثلاثة نقدروا نفتخروا بهم. كذلك يا خوتنا هذا الفيديو واش يثبت باللي الرجل الثاني في الجزائر أصبح هو السيد حسني، والرجل الثالث أصبح هو السيد أشيش. ناس اللي نقدروا نتكلوا عليهم، ناس اللي الرئيس يقدر يتكل عليهم في الاستشارة، يقدر يتكل عليهم في أي أمر سياسي ولا أمر اقتصادي، ولا لأنهم كذلك عندهم قاعدة شعبية. ما ننساوش باللي الرجل الثاني في الجزائر كان في العهدة العهدة الأولى، على كل حال العهدة السابقة كان هو السيد بنقرينا. على كل حال إيه اللي دار الزليجة، الرجل الثاني في الدولة دار الزليجة، ما عليناش. المهم ضروك راه السيد حسني والرجل الثالث هو السيد أشيش. بهذه المناسبة خوتنا الحاج أحمد عنده رسائل من العبد المجيد تبون. كما تعرفوا الحاج أحمد دار حملة لا 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 الحملة الانتخابية وحده كفنان دار وحده، على كل حال من خلال الفيديوهات والأعمال اللي تبعتها تاعنا، على كل حال دار حملة لتبون وكان متمني أنه تبون يزيد عهدة ثانية. السيد عبد المجيد تبون اليوم أصبح رئيس للجمهورية، كملت الحملة الانتخابية وكملنا مع الانتخابات على كل حال، ولذلك الحاج أحمد من اليوم رايح يكون معارض للرئيس عبد المجيد تبون. درنا له الحملة كمترشح حر اللي سموه عبد المجيد تبون، ولكن اليوم راه رئيس الجمهورية، احنا ننتقلوا إلى صف المعارضة. كيفاش الحاج أحمد رايح تنتقل للمعارضة؟ نقول لكم كيفاش الحاج أحمد ينتقل للمعارضة. المعارضة اللي راني رايح نروح لها ماهيش معارضة للهدامة، هي المعارضة البناءة، المعارضة من خلال مسايرة ومرافقة السيد رئيس الجمهورية من أجل تطبيق الالتزامات تاعو اللي التزمها في الحملة الانتخابية. كيفاش رايحين نرافقوه؟ رايحين نرافقوه من خلال كشف الفساد والمفسدين، كشف المسائل اللي راهم ضد تطبيق هذه الالتزامات، كشف المسؤولين اللي يخدموا من اجل افشال برنامج الرئيس، نكشفوهم له. احنا رايحين نقولوا له الحقيقه، ورايحين نهضروا وننتقدوا المسؤولين سواء مير سواء شاف دايره، والي، وزير، رئيس حكومه، اي واحد يعرقل انجاز هذا التعهدات ولا الالتزامات تاع رئيس الجمهوريه رايحين نكشفوه، ورايحين نقولوا لك الحقيقه السيد الرئيس، والله العظيم ما نخونك، والله العظيم غير نبقاوك فين معاك، والله غير نقول لك الحقيقه، والله العظيم غير نكشفوا الناس اللي راهي تفسد في البرنامج تاعك، ورايحين نكشفوا المسؤولين، ورايحين نهضروا حتى ولو كانت قرارات درتها اللي نشوفوها بلي ماهيش في مصلحة البلاد، رايحين ننبهوك كرئيس الجمهورية. على كل حال هذه هي معارضتنا لعبد المجيد تبون كرئيس الجمهورية، هي المرافقة من أجل تطبيق الالتزامات نتاعو بإذن الله. والله أعلك وصفك رائع وجميل الحاج أحمد. وبعد ما بدأ رئيس الجمهورية على كل حال العهدة تاعو من خلال أداء اليمين الدستورية، رايحين نبدأوه منظر وك السيد رئيس الجمهورية. الرسالة الأولى من عند المواطن الحاج أحمد، الفنان الحاج أحمد. الحاجة الأولى اللي نطلبه منك باش تبدأ فيها
هي رفع المستوى وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. السيد الرئيس غلاء الأسعار لهب جيوب الزوالية، لهب جيوب المواطنين. غلاء الأسعار، غلاء الأسعار وغلاء المعيشة السيد الرئيس هي السبة رئيسية في امتناع الناس عن التصويت. 54% قاطعت الانتخابات، هذا 54% 30% 30% حسب التحليل تاعي 30% اللي أثرت فيهم غلاء المعيشة، غلاء الأسعار. سيد رئيس الجمهورية، البطاطا راهي 10,000 15,000، البيض راه غالي، اللحم غالي، الدجاج غالي، المواطن الزوالي ما قدرش لهذا المعيشة. السيد الرئيس، ولذلك نطلب منك الإسراع في رفع الأجور وتحديد تسقيف الأسعار، تسقيف الأسعار والرفع الرفع من قيمة الدينار بناء على العمل المستدام إن شاء الله بإذن الله، تخاوتنا العمال في كافة المؤسسات إن شاء الله بإذن الله، ولكن زيادة في الراتب وتسقيف الأسعار. السيد الرئيس، هذا أول حاجة نطلبوها منك، أول حاجة لي، لأنه وزراء في الحكومة الحالية ونذكرهم وزير التجارة وزير الفلاحة للأسف فشلوا في مقاومة هذا الغلاء، فشلوا فشل ذريع، داروا اللي عليهم، ولكن الله غالب، كانت عصابة الأسعار أقوى منهم، بدليل البطاطا راكم تشوفوا شحال راه يدير، البيض شحال راه يدير، اللحم شحال راه يدير، الدجاج شحال راه يدير، البقولية شحال راهم يديروا، وهذه الأسباب، هذه الأسباب اللي خلات تقريبا 30% ما يفوتوش، يقاطعوا الانتخابات. 26% اللي بقات، نعطيكم التحليل تاعي، 20% أثرت فيها بعض التصريحات تاع بعض السياسيين وخلاتهم يقاطعوا الانتخابات. صراحة نقولها بكل صراحة، وكاين 6% اللي قاطعت الانتخابات، هذه 6% المنطقة تاعهم وفي راسهم باللي ما ينتخبش، ما عنده حتى أهمية للانتخاب، هذه مهما ترجع له الجزائر لا سويش ما ينتخبش. هذا هو التحليل تاع الحاج أحمد. ولذلك السيد الرئيس، أول حاجة نطلبوك ونطالبوك بها ونطالبوك بالإسراع في تطبيقها هو الالتزام نتاع تحسين المستوى المعيشي وتسقيف الأسعار والزيادة في راتب الموظفين والزيادة في منحة البطالين وكذلك منحة المرأة الماكثة بالبيت. على كل حال، هذا أول طالب نطلبه منك السيد الرئيس. على كل حال، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونتمنى أن الرسالة تاع الحاج أحمد تكون وصلتك. كان واحد الأمور خوتنا حثت خلال أداء اليمين الدستورية وشفناها على كل حال واللي فرحنا بها ياسر ولازم نحضر عليها، من بين هذه الأمور هي حضور كافة الإطارات تاعنا العسكرية والمدنية، إطارات الأمة كافة على كل حال، نفتخر بها على كل حال. ولكن اللي جلب الانتباه الحاج أحمد هو حضور الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن، اللي نحيوه بالمناسبة على كل حال. الحاج أحمد من المعجبين تاع أيمن بن عبد الرحمن كوزير أول على كل حال، وكوزير للمالية على كل حال، نحيوه، ربي يعطي له صحته إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله نشوفوه في مناصب إن شاء الله بإذن الله. كذلك لا 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 الحدث اللي جلب الانتباه تاع عدة مواطنين على كل حال، وتحدثت عليها عدة صفحات، هو الحضور تاع عبد العزيز بالخادم. ما شاء الله عبد العزيز بالخادم، وما أدراك ما عبد العزيز بالخادم. عبد العزيز بالخادم الحضور تاعه على كل حال خلانا أنا الحاج أحمد نهضر على رأيي ورأي الآلاف المؤلفة من المواطنين، كاين ناس يعترضوا، كاين ناس ينتقدوا، من حقهم ينتقدوا، ولكن احنا راح نعطولهم الحجة علاش فرحنا كي شفنا عبد العزيز بالخادم، ونتمناو نشوفوه في مناصب، لأنه هذا الرجل عبد العزيز بالخادم إنسان مخلص، إنسان يخاف ربي، شهد لله. نعطيكم أنا الأمور اللي نعرفها على عبد العزيز بالخادم كشخص. مرة تلاقيت به، عرضوه جماعة وعرضوني على كل حال هنا في شلف على كل حال، ومن بينهم الحاج يوسف ناحت اللي نحييه بالمناسبة، والحاج مهني اللي نحييه بالمناسبة، ربي يطول في عمرهم وربي يطلع مصحيحتهم، وهذا من جهابذة السياسة في ولاية شلف. عرضوه على كل حال، وكنت معروض في ذيك الجلسة على كل حال. جاء الحاج عبد العزيز بالخادم بعد ما سلم علينا واش دار،
كانت كان المجمع على كل حال كانوا أئمة يقرأوا في القرآن. بعد ما سلم على المجمع قاع راح قعد مع الأئمة وقرأ معهم القرآن، إنسان حافظ لكتاب الله. هذه الأولى. الحاجة الثانية، روحوا نذكركم الناس اللي تنتقد كي تشوف عبد العزيز الخادم يقول الوجوه القديمة. نعم نحتاج الوجوه القديمة النقية واللي ما ثبتش عليها الفساد واللي سيرت البلاد بخوف من الله. عبد العزيز بن خادم من الناس هذو النقيين. نقول لك علاه، لما كان يحيى رئيس حكومة وعلات الأصوات بالمطالبة برفع الأجور، واش قال يحيى ذاك الوقت؟ قال ما عندناش الدرهم بنزيدو، ما عندناش، وقالها بالحرف الواحد، قال إلا بغيتوا الحكومة تزيدكم لازم تزيدوا في الإنتاج تاع المؤسسة تاعكم. ولكن لما تنحى ويحيى وجاء عبد العزيز بالخادم، الا تتذكروا مليح هذه المحطه التاريخيه، عبد العزيز بالخادم كرئيس حكومه صادق على القوانين الاساسيه تاع الوظيفه العموميه تاع معظم المؤسسات، وكاع زاد لهم في الراتب وكاع جاوهم لي رابال. هذه محطه واحده. المحطه الثانيه، الناس اللي ما تعرفش عبد العزيز بالخادم نذكرهم باللي عبد العزيز بالخادم راه ينظم من ويتا، من وقت الزعيم الهواري بومدين. أيوة كان شبيب اللي ما يعرفوش هذه، من وقت الزعيم هواري بومدين هو يناظر وهو يخدم في هذا البلاد. كان محطة واحدة أخرى نذكركم بها، كان محطة واحدة أخرى، عبد العزيز بالخادم لما كان أمين عام للأفلان، كان الناس دارت عليه انقلاب بتحريض مين؟ من السعيد. وشكون اللي دعموا هذا التحريض؟ هم وزراء الأفلا اللي كانوا في الحكومة ذاك الوقت، داروا عليه انقلاب ونحوه من أمن عملية. ما بغاش يمشي في الفكر الشيطاني، في شيطانة الأفلا، ما بغاش يمشي فيها، داروا ضده انقلاب. وقعدت مدة فارغ حوالي 6 أشهر، ومن بعد شكون اللي خلفه؟ عمار سعيداني اللي خلف عبد العزيز بالخادم. وراكم شفتوا سعيداني واش دار، وراكم شفتوا سعيداني كيفاش حول الأفلان في محاربة مؤسسات الدولة، حزب تاع دولة يحارب في مؤسسات الدولة. وشفتوا عمار سعيداني شادار في أموال الدعم الفلاحي. السؤال المطروح، عمار سعيداني وراه وعبد العزيز بالخادم وراه؟ عبد العزيز بالخادم في بلاده معزز مكرم، وسعيداني راه هارب روشارشي علاه في قضايا فساد. ولذلك عبد العزيز بالخادم نشهدوا له أمام الله إنسان نقي ذهب خالص، إنسان يخاف ربي. يكفيه فخر عبد العزيز بالخادم أنه فرنسا ما تبغيش، فرنسا يا خوتنا ما تبغيش عبد العزيز بالخادم. ليه؟ لأنه وطني مخلص جزائري حر. هذا الرأي تاع الحاج أحمد ورأي الآلاف المؤلفة من المواطنين، الآلاف، قول الملايين. ونتحدى الناس اللي تعرضوا، نتحداهم يثبتوا قضية فساد ضده، نتحداهم. إنسان نقي الذهب عمره ما يحور. نبقى نهضر على قضية عبد العزيز بالخادم، خاوتنا على كل حال، لأني نحترم هذا الرجل، نحترمه بزاف، والله إلا نحترمه بزاف. كان بزاف وزارة ومسائل اللي ولادهم وبناتهم داروا حالة. على كل حال، أولاد عبد العزيز بالخادم كش ما ثبتوا عليهم. أنا نعرف واحد المؤسسة، ما نقولوش اش هي، على كل حال وليده خدام في هذه المؤسسة، الخدامة تاع ديك المؤسسة يحكوا على وليده، عمره ما استعمل اسم باباه، عمره ما استعمل دا حاجة زيادة على الخدامة، يخدم سوايع وكي هو كي الناس. تربية وأخلاق اسم محمد، واللي عنده العكس يثبت. احنا هذا هو المبدأ تاعنا، ندافعوا الرجال المخلصين، ندافعوا على الناس النقايا، وندافعوا على إطارات الدولة اللي تحتاجهم الدولة، اللي يسيروا البلاد وسيروا الحكومة وسيروا وزارات وسيروا، ندافعوا عليهم ما دامهم مخلصين وما همش فاسدين، وبقوا مع أولاد بلادهم وخدموا بلادهم، نبقوا ندافعوا عليهم ونقول كلمة الحق. وللأسف الحق مر وما يشربوا غير الحر. والله أعلى.
اعلك وصفق رائع وجميل الحاج احمد. ايوه خوتنا، كما شفنا على كل حال اداء اليمين الدستوريه، بعد اداء اليمين الدستوريه الوزير الاول قدم الاستقاله تاعو للسيد رئيس الجمهوريه. الناس كانت تنتظر قبول الاستقاله تاع الحكومه باش يشكل حكومه جديده، ولكن الرئيس اطلب من الوزير الاول على كل حال الاستمرار في العمل تاعو. الناس تسألت والاجابه كانت في تصريح السيد الوزير الاول لما قال السيد الرئيس طلب مني الاستمرار. لماذا؟ لأننا مقبلين على دخول اجتماعي ودخول مهني. من المستحيل باش تقبل الاستقالة الحكومة في هذا الظرف، معناتها الرئيس قال للحكومة كملوا الخدمة تاعكم، ورايح هو خلال هذا الوقت رايح يثبت رأسه ويستشير باش يديروا حكومة زعما اللي تقدر توفي بالالتزامات تاع الرئيس. السيد رئيس الجمهورية بدي وقتك الكامل، كاين شخصيات وطنية، كاين إطارات ما شاء الله، كاين شباب ما شاء الله، اختار منهم مش تبغيت لأنه هذه الحكومة رايحين نقابلوها احنا بالانتقادات، رايحين نقابلوها بالتسيير، رايحين نقابلوها بكشف الولاة ولا رؤساء الدوائر ولا المير ولا رايحين نكشفوا أي حاجة ما تطبقش وما توصلش للمواطن رايحين نكشفوها. ولذلك السيد الرئيس خذ وقتك من أجل تكوين ولا قبول حكومة اللي تتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري وتتماشى مع تطلعات البرنامج تاعك السيد الرئيس. خوتنا واخواتنا ان شاء الله ما كنوش طولنا عليكم وعلى بالي بلي طولنا عليكم وعلى بالي بلي زبطنا، اعذرونا خوتنا اعذرونا. الله غالب كي تكون امور تاع بلاد الانسان يهضر ويفرغ قلبه، الله غالب خوتنا، الله غالب اعذرونا. ان شاء الله ما كنوش طولنا عليكم خوتنا واخواتنا، دائما نطلب منكم الجام التعليق والبارتاج، الجام التعليق والبارتاج. هذا الحاج احمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغرباء نحييكم كاع ونقول لكم نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله باذن الله. والله يحفظ بلادنا، الله يحفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا الجزائر، اللهم احفظ بلادنا الجزائر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وفق ولي امرنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم احفظ فلسطين، اللهم انصر فلسطين يا رب العالمين، اللهم امين 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 والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. والله أعلك وصفك رائع وجميل الحاج أحمد.